مثل ما وعدتكم اني رح كون معكم بمادة الماتماتيك مع الحياة بالقصة. اليوم درسنا هو عن الماتماتيك، رح ناخد اول درس من دروس الرياضيات. فاذا نحتاج كتاب الماتماتيك ونحتاج ورقة وقلم، رح يكون معكم ورقة وقلم. اول وحدة بلنجي انتي، عشان بتحكي وحدتنا الاولى، خلونا نشوف. سايلار في إشلاملير، شو هو الصايل؟ صايل يعني رقم، صايل يعني رقم أو عدد، يعني عدد. فإذا الصايل هو عدد، سايلار هي الأعداد، كل الأعداد سايلار. في إشلاملير، شو هي الإشلاملير؟ هي العمليات، العمليات الحسابية اللي منقوم فيها على الأعداد. طيب شو نحن شو أخذنا عمليات حسابية من قبل؟ شو بنعرف؟ بنعرف من قبل، نتذكر هلأ مع بعضنا، أنه بصف الأول أخذنا عملية الطبلام والتشكرما، صح؟ طبلما إيش لمي في تشكرما. شو هي الطبلام؟ الطبلام كانت عبارة عن جمع، يعني مثلا كان إذا أنا عندي مثلا لنفترض معي 2 ليرة، معي ليرتين، وكانوا يقولون لنا مثلا بابا أعطاني فوقهم 3 ليرات، 3 ليرة بابام بانا فيردي. طيب او زمان باندي 4 ليرة أوضو، أنا معي كم ليرة صار؟ هون كنا شو نعمل؟ كنا نعمل طبلمة. ليش نعمل طبلمة؟ لأني أنا كان بجيبتي في ليرتين، ومع هيك رجع أبي عطاني لإيدي 3 ليرات وقال لي حطهم مع اللي معك، يعني جمعهم مع بعضهم، جمعهم. لما اللي جمعتهم مع بعضهم جيت عديت الليرات، كانوا 2 صاروا 5، صاروا 5 ليرة. فإذا هاي طبلمة. طيب هاي الطبلمة مثل ما انتبهنا انه كان معي بس ليرتين، يعني ما كنت بقدر اشتري كتير اشياء، هلأ صار معي 5 ليرات، معناته بالجمع كل ما بتكبر الشغلات اللي عندي، بتزيد الشغلات اللي عندي. ليش؟ لاني عم نعمل زائد، عم نزود. طيب شو في عندي ايش لام تاني بنعرفه نحن؟ يمكن كمان اخذنا، او اكيد كمان اخذنا التشكرما. شو هو التشكرما؟ اني ناقص، يعني مثلا انا معي رحت على المدرسة معي 5 ليرات، بشتلي بنملي فار. طيب رفيقي لنفترض طلب مني ليرة، اركضاشم بير ليرة استدي، مشان إشو؟ مشان يأكل، مشان يشتري أكلة مثلاً، ما جيب معه خرجية اليوم. فإذا أنا بدي شيل ليرة من اللي معي، يعني كأنه بدي نقص المصاري اللي معي، هذا هو التشكرما. إذا شلت من البش ليرة، ليرة وحدة، رح يفضل معي 4 ليرات، نقصه ولا ما نقصه؟ طبعاً قال له بليرة، فهي هي التشكرما. خلال منهجنا رح ناخد كمان بقية العمليات. طبعا هو ما بقيان عنا غير 2 اللي هنين الضرب والقسمة، لما رح يجوا رح نشرح معانيهم. تشارما في بولمي هيك اسمهم، بس لما رح يجوا رح أوضح لكم ياهن وناخد أمثلة عليهم كتير، لحين ما أنه إن شاء الله خلال الصف الثاني نكون متقنين كل العمليات الحسابية وحفظانين جدول الضرب وهي القصص. طيب هلا لساتنا صغار على هالاشياء. بالنسبة لأول درس أو أول وحدة بتتضمن دوغال سايلار. شو هو الدوغال؟ يعني عدد، دوغال يعني طبيعي، سايلار هي يعني الأعداد، الأعداد الطبيعية. مثل شو الأعداد الطبيعية؟ مين فينا يعطيني مثال؟ شايفين هدول الأرقام كلهم اللي هون؟ هدول كلهم بنسميهم دوغال سايلار، إن كان اوج، بيش، دورت، سكيز، اون، كلهم بنسميهم دوغال سايلار. طيب
فإذا لما بيقول لي دوغال سايلار هو قصده هاي الأعداد. دوغال سايلار لا طبلما إيش لمين؟ طبلما هلا شرحت لكم إياها واللي هي الجمع. فإذا رح ناخد عملية إشلام يعني عملية الجمع على الأعداد. يعني مثلا وين عملية الجمع؟ هاي هي، هاي إشارة الزائد اللي هي أرطو. هاي هي، هاي إمتى بنستخدم هاي الإشارة؟ مع عملية الطبلم مع الجمع. طيب فإذا رح نستخدم إشارة الزائد. لنفترض عطاني رقمين، رح نختار رقمين صغار، مثلا عندي البير وعندي الإكي. طيب عندي بير أرطو إكي، شايفين شو استعملت أنا؟ استعملت الزائد. ليش؟ لأني أرطو يعني أنا عم بعمل أين عملية؟ عم بعمل عملية الجمع اللي هي طبلما إشلمي. تمام. هلا مثل ما كتبنا بير أرطو إكي إشتر كاتش إشتر، منحط على إيدنا واحد. عندي أنا إيدتين صح؟ بما أنه أرقام صغيرة وبقدر حطها على إيدي، رح أستخدم الإيدتين بالجمع. أول إيد بحط عليها أول رقم اللي هو بير، طبعا كلياتنا نعرف نمثله، هو عبارة عن إصبع واحد أنا بفتحه بإيدي، هاي البير. طب الإكي بحط عليها بير إكي، يعني رح أفتح إصبعتين من الإيد الثانية. طيب فتحت إصبع من هالإيد وإصبعتين من هالإيد، هاي بتمثل البير وهي الإكي. طب هلأ بدي أجمعهم صح؟ لما بدي أجمعهم يعني حطهم جنب بعضهم، حطوا إيديكم جنب بعض. هلأ بقى عدوا لي إيديكم كم واحد صار؟ بير إكي أوج، معناته صار عندي أوج. فإذا هون شو عملت أنا؟ طبلما إشلمي، أنا جمعت بهالحالة. طيب عندي هلا كمان دوغال سايلار لا، هون عم بيقول لي دوغال سايلار لا تشكارما إشلمي. هلا رح يعطيني عملية التشكارما كمان. طبعا التشكارما مثل ما قلت لكم هي إشارته كمان، ما رح أعطي مثال عليها هلا لأني رح ناخدهم خلال الدرس، وفي كتير أمثلة يعني أكيد أكيد رح تطلعوا من الدرس وأنتوا إن شاء الله فهمانينها. رح ننتقل دوغا سايلار نسني سايسنا بليليم بليليم. تمام. رسمي إنجليز أشهدك صوريو جوابليونز، رح نجاوب على الأسئلة اللي تحت الصورة. هلأ الصورة هون عم بتعبر لي عن صف، طبعا هون عم يحكي لي انه طبلو يا شام بالحياة الاجتماعية لازم الأفراد يتعايشوا مع بعضهم، وصنف مزدا بصفنا أركضاش لرمزلا معرفقاتنا لازم نحن نكون مستوعبين لهم نتحملهم، وفي حال الاحتياج احتياج درموندا لازم نكون مساعدين لهم. طبعا هي عبارة عن نصائح. هاي رح ننتقل مباشرة سؤالنا. عم بيقول لي هون يوكاردا، شو يعني يوكاردا؟ يوكاردا يعني اللي بالأعلى. لما بقولكم أشادا يعني بالأسفل، أما يوكاردا بالأعلى. خلونا نشوف الصورة بالأعلى. كاتش كشي بولون مقتدر، كاتش يعني كم، معناته بده رقم مني، بده عدد. كاتش كشي كم شخص، كشي يعني شخص، بولون مقتدر يوجد، كم شخص موجود بالصورة اللي بالأعلى؟ طيب خلونا نعدهم. عندي بير المعلمة، هو انتبهتوا شو قال؟ ما قال كاتش أورينجي، قال كاتش كشي يعني بده كل الأشخاص. لو قال بس أورينجي كنت أنا رح أعد الطلاب اللي قاعدين على المقاعد فقط. طيب كاتش كشي بير إكي أوج دورت بيش ألطو يدي سكيز دوكوز، كم واحد طلع معنا؟ طلع معنا دوكوز. طيب
طلع معنا 9. فإذا 9 kişi var ya da bulunmaktadır. طبعا هون عندي اتكنيك. هذا الاتكنيك ما رح كتير ندقر عليه. عم بيقول رح نستخدم فيه الكتب والدفاتر. كتاب يعني كتاب، دفتر يعني دفتر. فإذا رح نستخدم كتبنا ودفاترنا. عم بيقول بخطوات التطبيق أشمالاري يعني الخطوات اللي رح نقوم فيها. صرة، شو يعني الصرة؟ يعني مقعد. فإذا صرة صرانز يعني مقعد، مقعدكم انتو. أزرني عليه رح تحطوا الكتب والدفاتر. ايش يعني كوي؟ كوي يعني يضع. فإذا رح نحط كتبنا ودفاترنا كل لون على المقعد، وبنفس الوقت يعني رح نوجد عدد الدفتر وضوء سيارات بالنص. رح نوجدها من خلال العد سيارات، يعني من خلال العد، وبنفس الوقت رح نلاقي عدد الكتب. هون رح نشوف الفرق بين الأعداد. ما مشكلة، هذا التمرين مثل ما قلت لكم ما هو كتير يعني رح نحله لأني ما في عليها الأهمية. عندي هون earning. خلينا ناخد أول مثال لنشوف درسنا لنفهم أكثر فكرة درسنا. طيب هل عم يقول لي كاتش تاني بيليه أودونو بلالم؟ شو هي البيليه؟ أول شيء ما بعرف إذا عرفتوها من الصورة. البيليه بتعرفوا أنتوا الجلال؟ طبعا هي للصبيان أكثر بيلعبوا بالجلال. الجل تمام هو البيليه. طيب حتى لو انه ما نعرف معناه كتير بجوز الصورة بتوضح. البيلية عم بيقول لي كاتش تاني، شقد موجود من عدد البيليات هوني اللي هن القلال رح نوجد عددهم. طبعا هو كل واحد حاطط تحته الرقم. رح نعد بير، اكي، اوج، دورت، بيش، الت، يدي، سكيز، دوكوز، اون. اون بير، اون اكي، اون اوج، اون دورت، اون بيش، اون الت، اون يدي، اون سكيز، اون دوكوز، يرمي. يرمي بير. بترتك. خلصنا. بترتك. طيب بمعنى احنا خلصنا وصلنا لعند اليرمي بير. يرمي بير يعني 21. معناته عندي يرمي بير قل. طبعا انا من الاول بما انه مراقبني مرقم تحتهم هو عرفت انه يرمي بير. يوكاردا، ايش عندنا كلمة يوكاردا؟ يعني بالاعلى، يعني منطلع فورا لفوق. يرمي بير تاني بيليه واردر. يرمي بير تاني بيليه واردر. اكنجي ارنك. خلونا ننتقل للمثال اللي بعده. عم بيقول لي كمان هون كاتش تاني. شو يعني كاتش تاني؟ يعني كم. كاتش يعني كم، تاني وحدة. بدنا نعرف كم وحدة. هافوج، شو هي الهافوج؟ الجزر. عم بيقول لي اوجد عدد الجزرات. طيب ما رح نعد لاني هو كاتب فورا الارقام تحتها اللي يقول لك واخر وحده ايش قد رقمها. انتبهتوا؟ اخر وحده مين ده يقرا هذا الرقم؟ قطوز اكي، قطوز اكي. بالنسبه لقراءه الارقام، بالنسبه للقراءه رح نعمل درس له تمام مشان ناخذ، او طبعا هو خلال الكتاب اصلا رح يوضح لي هذا الشيء، رح يعطيني الاون لوك والبيرليك وكيف اقرا الاعداد. ان شاء الله رح اعمل لكم فيديو له مع ذكر امثله عن القراءه عشان تتعودوا على قراءه الارقام الاعداد بالتركي. فاذا يوكاردا مثل ما قلت لكم بالاعلى، قطوز اكي طانه هافوج فاردر، انه يوجد 32 وحدة من الجزرات.
راح نوقف اليوم لهون بهذا الفيديو، وان شاء الله راح اكون معكم بفيديو جديد مع تتمة شرح الدرس. بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى انكم تحاولوا انه ترجعوا تعيدوا افكار الدرس، وبنفس الوقت بتمنى انه الاهالي يحاولوا يكتبوا تمارين لاولادهم. طبعا فكرة الدرس هي كانت كتير بسيطة، بس انه نحن نحط يعني عدد من الاشياء نعده، يعني نعد كم شغلة. فبتمنى يكتبوا تمارين بسيطة للطلاب ان كانوا الاهل عم بيشوفوا الدرس. وهيك رح نوقف اليومي في امان الله.